السلام عليكم جماعة الخير، أتمنى تكونوا الحمد لله. اليوم معاكم أسامة، جبت لكم موضوع جديد راح نحكيه كيف تخير شاشة مناسبة للجهاز تاعك. بس كراني شو بزاف جماعة راهي تروح تشري هكاك فقط، يقولوا له مثلا روح اشري الماركة الفلانية، يروح يجيبها وهو ما على بالوش وش فيها فقط لأنهم نصحوا بها، وهو قادر يشري حاجة لا تلبي احتياجاته أو تكون تعطيه نتيجة أضخم مما يقدمه جهازه. دروك انت راح تسألني وتقول لي أسامة كيفاش أنا نخير الشاشة المناسبة ليا؟ أوكي، هنا عندنا خمسة عناصر أساسية تتكون منهم الشاشة، لأن الأمر شبيه تماما باقتناء حاسوب، بحيث أنك عندما تروح تشتري انت حاسوب أو بي سي أول حاجة تحوس عليها أنه من ماذا يحتوي هذا الحاسوب من الداخل من معالج إلى آخره. أول حاجة راح تشوف لها هي دقة الشاشة الريزولوشن، وهو عدد مربعات أو البكسلات داخل الشاشة، ومجموع هذه البكسلات اللي كل واحد فيه مشكل لنا اللون راح يعطينا صورة مكونة من مجموعة بكسلات ومجموعة ألوان. ودقة الشاشة كاين عندنا الـ HD والـ HD بليس والـ Full HD والـ 4K، والآن وصلت حتى شاشة الـ 6K والـ 8K. إذا راك تصمم تخدم المونتاج أن تحتاج إلى دقة كبيرة، أما إذا راك تلعب أوتوماتيك مول الأغلبية يلعبوا على الفول HD وقليل يلعب على الـ 4K، لبنا بالوضعية تاع الأغلبية. ثانيا عندنا زمن الاستجابة Response Time، ويقاس بالملي ثانية، وهو زمن انتقال البيكسل من لون إلى لون ثاني، حيث إذا تريد شاشة ألعاب وإنتاج فيديوهات فإن تحتاج إلى شاشة بها Response Time أقل. معدل تحديث إطارات الشاشة وما يسمى بعدد الفريمات بالثانية، أغلب الشاشات يجوا بمعدل 60 هرتز، معناها إذا راك تلعب مش راح يتخطى لعبك 60 فريم في الثانية، معناه أن تحتاج شاشة 144 هرتز لتعطيك 120 فريم في الثانية، ما إذا كنت تستخدم الشاشة لأعمال عادية فلا حاجة لكل ما سبق. لدينا أيضا الألوان اللي تقدر تشوفهم وتلاحظهم بالعين، بالأخص إن كنت في مجال التصميم، ولكن لا تقلق تقدر تريقلهم بسهولة من خلال إعدادات الشاشة تاعك إذا كانت تدعم هذا الخيار، وكانت الألوان تقدر تعدلهم بحرية أكثر، لأنه كاين شاشات يعني لاحظت أنك تكون مقيد قليلا. وأخيرا عندنا حجم الشاشة اللي يتقاس بالإنش، وهذا يعتمد عليك، إذا كانت الشاشة اللي تستخدمها قريبة لك لازم تكون صغيرة، أما إذا كانت بعيدة لازم تكون كبيرة. وأيضا بالنسبة للورك سبيس تاعك، مثلا إذا كنت تخدم مونتاج فيديوهات أوتوماتيكمون تحتاج إلى شاشة كبيرة، بس كتاف المونتاج راك راح تحتاج مساحة كبيرة لكي تعمل عليها، على عكس إذا كنت تقوم بأعمال مكتبية أو تلعب فأنت تحتاج إلى شاشة متوسطة نوعا ما لكي لا يتشتت انتباهك. في الأخير يمكن أن تقرر بأنك تريد شاشة مستقبلية تحتوي على كل المميزات أفضل، ولكن عليك أن تكون واقعي وتفكر بشكل أكبر في تحقيق توازن بين الميزانية والميزات التي ستحصل عليها. لذلك قم بوضع الميزانية قبل البدء بعملية التسوق حتى تعرف ما يمكن وما لا يمكن. على سبيل المثال يمكنك أن تقتني شاشة بحجم 32 بوصة للألعاب، فهي ستمنحك متعة كبيرة وتعطيك شاشة سينمائية بدقة عالية، لكن أنا ننصحك في هذا الفيديو باختيار شاشة الكمبيوتر الأنسب لك بعد أن تفكر ماليا قبل شرائك وتحدد ميزانيتك وأولوياتك المادية بدقة، يعني أين ستستعمل هذه الشاشة حتى لا تشعر بالندم فيما بعد. وهذا هو اللي كان عندي، الضغط على زر اللايك والاشتراك. كان معكم أسامة، وهيا peace out.